أولاً أشكركم على الاستضافة، وكنشكركم كذلك على الاهتمام بهذا الموضوع لأنه اليوم يجري في ظروف خاصة. أولاً وقبل كل شيء لابد أن نتمنى ما قامت به المملكة المغربية تحت القيادة رشيدة صاحب الجلالة بطبيعة الحال من إجراءات، الشيء الذي لقي صدى طيباً سواء على المستوى الإقليمي والمستوى العالمي، الشيء الذي جعل من خلاله أن نتفادى يعني هذاك الانتشار ديال الجائحة بصفة يعني خطيرة. دونك وزارة التربية الوطنية بطبيعة الحال في شخص السيد وزير التربية الوطنية خدات قرار ديال إجراء امتحان البكالوريا هذه السنة على خلاف واحد المجموعة ديال الدول اللي ارتأت أنها ما تقومش بهذه العملية، وهو كنعتبره تحدي. الوزارة التربية الوطنية مستعدة عبر جهاتها وأقل عبر الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية لإجراء هذه الامتحانات في ظروف تضمن السلامة الصحية لجميع التلميذات والتلاميذ وكذلك الناس اللي غادي يسهروا على هذه العملية. فسيد وزير التربية الوطنية ارتاء ان هذا الامتحان يجري ضمانا لتكافؤ الفرص بين التلميذ والتلاميذ، ثم كما عرفتوا بان الدراسه حضوريا توقفت في 14 مارس ولكن استمرنا في التدريس عن بعد، فارتأينا بان الامتحان يتم في الدروس التي انجزت حضوريا. دونك هذه مساله مهمه، وكذلك للحفاظ على المصداقيه ديال البكالوريا المغربيه، وانتم كتعرفوا بان البكالوريا المغربيه الحمد لله عندها واحد الصيت جيد على المستوى العالمي. دونك كاين حنا استعدادا وبناء على مقرر وزير التربيه الوطنيه اللي صدر في 5 يونيو، حنا كاين فيه واحد الباب كيتكلم على الاجراءات الوقائيه اللي خصها تمر فيها الامتحان. بطبيعه الحال كاين اجراءات ومساطر اللي حنا كنستعملوها يعني عاده باش نجيو الامتحان، ولكن هذه سنة استثنائية يجب أن نتخذ جميع الاحتياطات المناسبة. دونك أولا سيجري الامتحان البكالوري هذه السنة عبر قطبين، كاين قطب الآداب والعلوم الإنسانية والتعليم الأصيل، ثم كاين القطب ديال العلوم والمسارات التقنية والمسارات المهنية. دونك هذا شيء أساسي اللي كاين ضمن ذلك التباعد الاجتماعي. كاين مسألة أخرى، ارتأينا هذه السنة استعدادا للامتحانات وتطبيقا للدلائل اللي تكلمنا عليها، هو أنه نختار فضاءات شاسعة تتوفر فيها شروط التهوية يعني بشكل جيد لإجراء الامتحانات حتى نضمن ذاك المسافة والتباعد الاجتماعي بين المترشحات والمترشح، حفاظا بطبيعة الحال عليهم كاملين، يعني لا الناس اللي غادي يوفروا الإجراء ولا اللي غادي يجتازوا الامتحانات. حنا فوالا دونك المديرية الإقليمية الرباط فيها 6 القاعات كبرى وفيها 7 المدرجات ديال كلية العلوم بمحمد الخامس باب رواح. دونك حنا بالنسبة لنا القاعات ديال الجامعات كذلك يعني المدرجات، وبالنسبة لنا بطبيعة زيادة على الإجراء غادي يبقى قائم في المؤسسات مع احترام شروط التباعد، وقررت وزارة التربية الوطنية باش يكون 10 المترشحات المترشحين في كل قاعة. دونك هي ضمانا لديك المسافه ديال على الاقل متر ونصف تقريبا. دونك حنا بالنسبه لنا هذه اجراءات اساسيه واحترازيه. دونك غادي نجيو للمساله اللي كذلك تكلم عليها الدليل وباستفاضه وبعد التشاور مع واحد المجموعه ديال المتدخلين، اللي هي البروتوكول الصحي الذي يجب ان نطبقه خلال يوم الامتحان. حنا كنا درنا واحد لا جورني سيميلار يعني واحد اليوم محاكاه للامتحان وتواصل كذلك باش نشوفوا كومو كيفاش غادي نقدروا نطبقوا ذاك البروتوكول على مستوى الواقع. عدد المترشحين والمترشحات الذين سيجتازون البكالوريا لهذه السنه هو 9850 مترشحه ومترشح. غادي يجتازوا الامتحان، كاين الامتحان الجهوي الاحرى يوم 1 و2، كاين 3-4 قطب الاداب والعلوم الانسانيه كما شرنا قبل التعليم الاصيل، ثم عندنا القطب ديال العلوم والمسالك التقنيه والمسالك المهنيه اللي هما يقاربون 7000 تقريبا مترشحه ومترشح. زيادة على أنه كما قلنا اللي مهم ولا بد نتكلم عليه هو البروتوكول. البروتوكول يعني غادي نطبق واحد المجموعة المعايير في الدخول إلى في الدخول للمراكز والخروج منها. دونك حنا بالنسبة لنا غادي نحاولوا نطبقوا المسألة ديال التباعد الاجتماعي، غيكون تشوير، غيكون حملات تحسيسية راه انطلقنا فيها
باش يمكن الناس يفهموا البروتوكول قبل ما يجيو لمراكز الامتحان. ثم كذلك غادي نوفروا تعقيم على الاقل يومين مرتين في اليوم او اذا تطلب الامر مره ثالثه لما لا. ثم نوفروا المواد ديال الكحوليه لتعقيم تطهير اليد وتعقيم اليدين اللي غتكون في واحد المجموعه ديال المحطات المؤسسات حتى داخل القاعات. كاين الكمامات ولا الواقيات الشفافه بالنسبه لواحد المجموعه ديال المتدخلين. ثم الكمامات ضروري الارتداء ديالها لجميع المترشحات والمترشحين في المركز. دونك هذه واحد المجموعه فعلا فكره على الاجراءات الاحترازيه اللي يمكن نطبقوها باش يمكن ندوزوا الامور للامتحان في واحد الظروف جيده وممتازه. دونك اضافه لهذا الشيء كله اللي تكلمنا عليه ففي القاعات غادي يكون 10 المترشحات والمترشحين زائد يعني مراقبين ديال الامتحان تنسميهم حنا مراقبي الاجراء اللي غادي يكونوا كيحرصوا. زياده على اليوم نحن بصدد القيام بحمله تحسيسيه حول المساله الغش. دونك كاين قانون اللي صدر في 2016 كما كتعرفوا 02/3/13 اللي جاب واحد المجموعه ديال في المضامين ديالو كيجزر هذه الظاهره هذه. وكنحسوا التلامذه على انه يعتبروا غشا كل من تكلم مع رفيقه في الامتحان او حاز يعني واحد الوسيله الكترونيه او هاتف او هذا او الى اخره. وكذلك عندنا المساله تمشيو حتى المساله ديال التصحيح لزجر الغش حتى في المراكز التصحيح. الى وجدنا بان كاين واحد لي كوبي تيكون حالات غش وكذا يمكننا ديتيكتيوها وكنشتغلوا عليها. احنا جارتي الحمد لله انا جد مرتاح لان المديريه الاقليميه هي من المديريات المتميزه على الصعيد الوطني. التلميذات والتلاميذ ديالنا الحاجه اللي غنوجه لهم انهم كنقول لهم يعني انهم يستعدوا نفسانيا لاجتياز هذا الامتحان وما يكونش عندهم تخوفات. حتى بالنسبه للتلميذات والتلاميذ اللي غيجتازوا الامتحانات ديالهم في القاعات الكبرى فاحنا منفتحين على انهم لا بغاو يجيو يستانسوا بالفضاء ويزوروه. احنا راه وصينا السيدات والساده المديرين والمديرات باش الا كان شي تلامذ عندهم الرغبه انهم يجيو يزوروا المراكز باش يستانسوا بها مرحبا بهم. وكنوصيهم على خاصه لان انا على يقين بانه الحمد لله مده هذه وهما كيوجدوا كيستعدوا الامتحانات. وزاره التربيه الوطنيه واضعه رهن اشارتهم واحد المجموعه ديال الامكانيات والمواقع والدروس اللي انجزت ويعني تمكنوا انهم يشاهدوها عبر الشاشه. كاين المساله ديال الاحتياطات لابد ان يحتاطوا. حنا غادي نحاولوا خلال الدعوات اللي غنوجهوا لهم الاستدعاء اللي غنوجهوا لهم الامتحان غادي نرفقوها بواحد البروتوكول يطلعوا عليه ويحاولوا انهم ياخذوا الامور بجديه لكي نجتاز الامتحان بكل شفافيه وحنا محافظين على وفي ظروف صحيه كذلك. شكرا لكم. ما تنساوش تكليكوا على الاشتراك على القناه الصحيفه 24 وكيف ما تنساوش زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.